السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وكما كنقول دائما مرحبا بكم جميع أصدقاء بلا حدود، ولكن اليوم غنهضرش على دروس اللي كتقدم القناة سواء في الإعلاميات ولا في اللغات. اليوم غادي نتكلم على 1000 مشترك و 4000 ساعة اللي بهم باش كتفعل القناة. إذا التجربة ديالي غادي نحكيها لكم كما الناس حدا آخرين حكاو التجربة ديالهم. إذا كما يخفى عليكم اليوتيوب دايره شرط باش تفعل القناة هي يكون عندك 1000 المينيموم، أقل حاجة 4000 مشترك و 4000 ساعة. كبداية الإنسان اللي كيبدأ خصوصا في الاشتراكات فتبدا يقلب على العائلة الأصدقاء، ولكن ما كيكفيش كتعيا تقلب ما يمكن لكش تدير 1000 مشترك بهذه القضية. من بعد كينتقل لطريقة واحدة أخرى، وهادشي اللي يوتيوبرز كلهم دوزوهم، كينتقل للاشتراكات أو التبادل مع لي جروب. كاين اللي كيستعمل الانستغرام والتبادل، كاين اللي كيستعمل الفيسبوك وتبادل الاشتراكات، كاين اللي كيدير أصدقاء جروب ديال 10 أصدقاء 10، لكن ما كتكونش ثقة 100%. كاين شي جروب اللي كيخدمو معقول وكاين شي جروب اللي ما كيخدموش معقول، اذا ما يمكنش الثقة الكاملة. ثم لي فيديو اللي كاين الواحد كيدير، واخا تكون كتكون عندك لي فيديو اللي كدير 5 دقائق 4 دقائق 3 دقائق، فهما ما دايرينش 4000 مشاهدة انما داير 4000 ساعة. يعني انا الانسان حتى اللي كيدخل يشوف لك لي فيديو الا كان فيه 5 دقائق ولا 3 دقائق راه كيشوف دقيقة ويمشي بحالاته. علاش؟ لانك انت غير مشهور ومازال ما معروفش ومازال اليوتيوب ما كتقدمكش للناس باش كتعاونك مازال. اذا صعيبه القضيه. اذا كيلتجؤوا لي ميديا سوسيو، لي سوسيو كلهم، انستغرام وفيسبوك وتويتر، هادو كلهم كيساهموا حتى هما باش كيتزادوا عندك الاشتراكات وكيتزادوا كذلك السوايع. من بعد عاود ما غاتكملش القضيه، عاود كيمشيو للتطبيقات. التطبيقات كاين بزاف ديال التطبيقات، اهم التطبيقات كاين يو شانيل ولا لونغلي يو كانيل، يو شانيل، وكاين تيوب ماين، وكاين سوب، وكاين بزاف، كاين ايت سوسيال، ايت لوف، كاين بزاف ديال التطبيقات اللي كتساهم حتى في الزياده ديال واحد القضيه واحده اخرى. عندك صحابك اليوتيوب ما عارفاش راه في لا سورس، في لا سورس راه تيبينو منين جبتي انت سميتو السوايع او الاشتراكات اكسترا، يعني كيبينو على سورس اكسترن، راه مكتوبه تما ملي كتدخل في الاستوديو ديال سميتو ديال القناه، الاستوديو ملي كدير القناه وكدير الاستوديو ديال القناه راه كيبينوك لا سورس منين جات الاشتراكات. ولهذا قبل ما تفعل القناه اليوتيوب كتغمض عينيها، يعني كيخليوك خدام، لكن ملي كتفعل القناه فكتكون محاصر. اذا الواحد يحاول ما امكن، واخا هو احسن حاجه هو تاخذ شويه من هنا وشويه من هنا، ما تاخذش في خطره، ما خصش يكون 100% تطبيقات خارجيه، لا خص يكون اشتراك حقيقي من الناس اللي كيعرفوك او من الناس حدا اخرين، ويكون شويه من التطبيقات من هنا ومن هنا. ما يمكنش تمشي 100% لواحد الجهه لان غادي يعرفوها صافي، غادي ما يقبلوكش هذوك الاشتراكات. او هنا الواحد كي من بعد شنو كيحس بلي ان السوايع كينقصوا والاشتراكات كينقصوا، زين غمال، لان يوتيوب عارفه انك جبتي هذوك الاشتراكات من التطبيقات، زين غمال كينقصوا، فما هي كتقول هذوك ماشي مشتركين حقيقيين وماشي سوايع حقيقيه، فلهذا كتبدا تنقص سهله. هذا قبل التفعيل، لكن بعد التفعيل راه ممكن يسدوا القناه. يعني الانسان يتعاون في الاول بشويه بشويه، هنا 10 من هنا مشتركين، 5 من هنا، 3 من هنا، ما يكونش 100% كلها مشتركين، يحاول شويه ويحاول من بعد التفعيل يخدم على لو كونتوني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.